نحن بدنا نقدم اليوم طريقة صحيحة ونظيفة لغسول الفم، ما بتأثر على صحة الأسنان وبالعكس بتساعد على صحة الفم واللسان والتنفس وتبييض الأسنان. نحن عم نحكي هون عن ماء الأكسجين اللي هي كل الناس تعرفوا اسمه بالإنجليزي أو الاسم العلمي هيدروجين بيروكسيد، ولكن نحن بالشرق الأوسط نعرفه أنه أكسجين، هو مش تاع التنفس، هو بس للتنظيف. هذا الماء الأكسجين بدنا نعمل منه نحن خلطة لحتى ننظف فيه أسناننا وننظف فيه تمنا بعيدا عن المواد الكيميائية. هاي سبراي يلي معي للأشخاص يلي ما بيقدروا يتحملوه، للأشخاص المرضى بيستعملوا هاي السبراي وبرشوا على أسنانهم وبينطروا شوي 3-4 دقايق وبيكون الرذاذ خفيف. للأشخاص اللي بدهم يستعملوه بشكل يومي لتنظيف الأسنان ولصحة الفم رح نعمل مركب بس بسيط بمادتين اللي هي الهيدروجين بيروكسيد. نفتح القنينة نحط شوي عنا هون، هلأ هي رح تفور معنا شوي لأنه هدول مركبين بيساعدوا على الفوران. نحن بدنا نعمله معجون، ناخذ الكربونة على قد الكمية اللي نحن حطيناها كأكسجين أو ماء الأكسجين، بنحركها بعد شوي حتجمد لوحدها، بنغط فيها فرشاة الأسنان وبنفرش الأسنان فيها، يستحسن كمان إنه نخليها دقيقتين أو ثلاثة بتتم وبنرجع كمان بنغسلها منيح. هذه المادة منا خطرة، ليه؟ لأنه الأكسجين نحن فينا نستعمله للجروح على الجلد، لما بنستعمله على الجروح يعني بفوت، إذا الجلد مقطع بفوت بقلب الدم معناتها ما بيشكل خطر، ولكن هذه المادة كمان الكربونات نحن فينا نشربها وبنستعملها بالأكل، فإذا نحن عنا مادتين كثير آمنين لغسول الفم وهذه بنستعملها بشكل يومي، آمنة للأطفال وآمنة للكبار وآمنة للصغار. استعمال تاني للهيدروجين بيروكسيد كمان فينا نحن نعمل فيه تنظيف الأذن خصوصا للأطفال، يعني نحن بدل ما نجيب الأطفال وننظف لهم الأذنين بالقطع الخشبية أو بالقطن بنحط نقطتين بالأذن وبننطر الطفل لحتى تفور وبننظف له إياها، فإذا نحن بنستفيد منه بكتير إشياء غير أنه استعمال طبي للجروح. ومثل ما بلشنا أنه الابتسامة هي الواجهة، بنختم بالابتسامة اللي لازم دايما تحافظوا عليها.